هل يستعيد داعش السيطرة على شرق سوريا؟ زيارة إلى الحدود السورية العراقية تكشف الكثير عن تواجد داعش، في تقرير حصري لأخبار الآن يكشف تحركاتهم وما يخططون له. عدد مقاتلي داعش في تلك المنطقة يصل إلى 7000 مقاتل، كما يوجد حاضنة شعبية وخلايا نائمة لداعش. تحذير أمريكي من عودة داعش لمناطق سورية خاضعة للنظام السوري. ولجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي تقول إن خطة الجيش الأمريكي القائمة على أن تنفض واشنطن يديها من سوريا تعني أيضا تركها لنفوذ روسيا وإيران. أمريكا لديها أدلة على استخدام الكيماوي في دوما، وتؤكد قصف النظام السوري دوما بالكلور والسارين. هذا وتتهم دول الغرب كلا من روسيا والنظام السوري بإعاقة دخول المفتشين إلى دوما إلى حين تطهير الموقع من أي أثار محتملة لأسلحة كيماوية. قوات الإمارات تضبط طائرة مسيرة إيرانية محملة بالمتفجرات في غربي اليمن. وكالة وام ذكرت أن الطائرة الإيرانية كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من اليمن.